لم يكن حادث استشهاد 16 جندي من ولادنا في مدينة رفح الحدودية مع وقت أذان المغرب في شهر رمضان الكريم إلا ناقوس للخطر وجرس للإنذار من أرض الفيروز التي روت ومنذ آلاف السنين بدماء شباب هذا الوطن المكلوم دوما، وكأن قدر تلك الجزيرة المقدسة مهد الأنبياء والرسل أن تبكي دوما بالدماء، ونبكي نحن ولدنا بالدموع. الحادث لم يكن سوى تسليط الضوء على الجزيرة التي يعتبرها الخبراء الأمل في تقدم هذا الوطن ونهضته. إذا صلحت النية في التنمية، قررنا أن يكون ملف سيناء أحد أهم الملفات التي سنتناولها في هذا البرنامج، نفتتحها اليوم وننقب عن ثروات سيناء المهملة والمنهوبة وسواحلها المنسية وأراضيها المهدرة. لكن قبل ذلك وفي البدء، رأينا أنه لا يمكن الحديث عن المستقبل بدون تحليل ورصد الواقع الذي قد يصدم البعض عندما يرى أنه أسوأ مما يتصوره كثيرون. في فقرتنا التالية نتحدث مع سعادة اللواء حمدي بخيت، المحلل والخبير الاستراتيجي والعسكري والمدير السابق لإدارة الأزمات بالقوات المسلحة للوضع الأمني. نناقش الوضع الأمني الذي تشهده سيناء الآن في ضوء ما يسمى بالعملية نسر وما يدور من جدل حول هذه العملية، بالإضافة إلى أسئلة أخرى. أهلا وسهلا سعادة اللواء. أستاذة هالة، شرف لي أن أتواجد مع حضرتك ومع فريق العمل بتاع حضرتك النهاردة. شكرا يا فندم. الحقيقة أنا بقول العملية نسر وأخبار العملية نسر يا فندم، عشان إحنا قاعدين حاطين إيدنا على خدنا ومستنيين أسماء قتلت ولادنا شهدائنا من الجنود اللي اتذبحوا ساعة المغربية في شهر رمضان وهم بيفطروا. اولا يعني يمكن كلامي هيكون صادم في الاول. أيوه. ان مفيش حاجة اسمها عملية نسر. نعم يا فندم، مفيش حاجة اسمها عملية نسر. عملية نسر دي اسم. مفيش حاجة اسمها عملية نسر. لا، مفيش حاجة اسمها عملية نسر. النسر دي كلمة اطلقها واحد عايز يبيع جرنان، واحد عايز يلم الناس حواليه، عايز يدعي ان هو ملم بكل شيء، عايز يدعي المعرفة. لكن الواقع ما فيش حاجة اسمها عملية نسر. وإلا مش الجيش اللي أطلق العملية دي. لا، الجيش ما قالش ان اسمها نسر ولا قال حاجة. الجيش، شوفي تصريحات قادة القوات المسلحة، لم يطلق أحدا منهم كلمة نسر على أي تصريح من التصريحات. يبقى ده الصحف والجرائد والتلفزيونات. أيوة، أتفق والعملية مع. نسر. أتفق مع حضرتك. العملية اللي قالوا عليها هم سموها هم، وبالتالي هم بيطلقوا أسماء وبيطلقوا أخبار وبيطلقوا حاجات، وكأننا إحنا الذي نمارس الشيء على أرض الواقع وفي مسرح العمليات في وادي وهم في وادي آخر. هم يتحدثون عن عالم افتراضي، فيرتشوال وورلد، حاجه بتاعتهم. اللي مصر بتسحب جنودها، مصر بتسحب دباباتها. العمليه فشلت، العمليه نسر، لم تحقق الهدف. لا هو فاهم ولا يعرف اسم العمليه، لان اسم العمليه محاط بدرجه من المعرفه لمن هم قائمين عليها. نمره ثلاثة، ان الناس اللي يعني يمكن ده اسم اعلامي فقط، هم اللي طلعوه. انا مالي، انا ما اعرفش مين اللي طلع هذا الاسم. طب يا فندم، انا حاجه غريبه، اول مره اسمع هذا. انا صعقت ان حد بيقول العمليه نسر. نسر ايه ده؟ هو ايه؟ ما فيش حاجه اسمها عمليه نسر. في عمليات بتقوم بها القوات المسلحه لتمشيط سيناء وتنظيفها من بؤر ارهابيه لكي تكون صالحه بعد ذلك لتنفيذ خطه التعمير والتنميه في هذه المنطقه. يعني في عمليه ولا ما فيش؟ في عمليه، لكن ايه اسم نسر ده؟ ايه ده؟ مين اللي جابه؟ مين اللي قاله؟ وقالوا بمناسبه ايه؟ اهو المانشيتات في جميع الجرائد. مانشيتات، ما هم بيعملوا مانشيتات عشان يبيعوا. ايوه. الاعلام بقى خراب علينا، بقى نكبه علينا. بقى سلاح موجه ضد شعب مصر وليس لصالح شعب مصر.
يعني دي مش من مصادر مسؤولة؟ أنا اللي بقوله لك حضرتك هو ده اللي تعتمدي عليه. اللي بقوله لك ده إن مفيش اسمه نسر. في عملية بتدار في سيناء لتصفية بؤر الإرهاب وتصفية بؤر الإجرام الموجودة على أرض سيناء. أيوه. لكن إيه نسر دي؟ جابوها منين؟ أنا بستغرب. معرفش. طب يا فندم العملية التي تدار حاليا نعم. من أجل تصفية بؤر الإرهاب في سيناء أيوة. هل يعني هنرى نتيجة وهنرى من هم قتلة الشهداء؟ والأساس في الموضوع هل هناك فعلا بؤر إرهابية مكثفة في سيناء؟ احنا من حوالي سنة بالتحديد يوم 30/7/2011 نعم. نعم. حضرتك فاكر نعم. حصل هجوم على اسم العريش وهجم خمس مرات وايوه وكلمونا المواطنين يستغيثوا نعم. وقتلوا يوميها الضابط الشرطه اللي في القسم وبعض الجنود. يعني انا عايز افكر حضرتك باليوم نعم. ده نعم. لاننا انا عايز افكر كمان مشاهدينا نعم. لان ده يوم 30/7/2011 كنا بننبه وبنقول سينا بؤر الارهاب في سينا الارهابيين القاعدة. حضرتك هتشوف العلم الأسود دلوقتي والأعلام نعم. السوداء والجماعات الجهادية الإسلامية التكفيرية نعم. وكنا بنحذر. حضرتك عارف حصل لنا إيه؟ جرسونا وكذابين وإنتوا ضد الإسلام وإزاي تقولوا وفتحنا ملف الإمارة الإسلامية وفتحنا ملف هذه البؤر نعم. النهاردة في حديث نشر أمس بيقول فيه إنه هناك 800 مليونير فلسطيني في سيناء نتيجة عمليات التهريب طب. وخلال طب. الأنفاق في هيئة في قطاع غزة اسمها هيئة الأنفاق بتاخد ايوه حضرتك بتحكي بتاخد على كل نفق 10,000 دولار مصاريف رسوم أيوة. إذا العملية رسمية في قطاع غزة ايوه يعني الحديث كان مع محمود عباس يا فندم قال هناك 800 مليونير فلسطيني من تجارة أيوه. التهريب في الأنفاق طبعا الأنفاق بيهرب منها السلاح المخدرات الإنسان الأفارقة والروس أيوه. العربيات طب الإنسان عشان ياخدوا أعضائهم بياخدوا بعملوا بيهم حاجات كتير اللي بيشتغل في الدوميستيك واللي زي ما حضرتك قلتي واللي حاجات كتير لان قالوا في وقت من الاوقات أيوة. هم لقوا جثث أيوة. بيتاجروا في اعضاء أيوة. الكلى والكبد كل ده لا اله الا مافيا الله. منظمه بتتم على هذا الخط اذا اما نحمي امن الامه امن القوم المصري لا يوجد في هذه الكلمه لما اجي انفذها ملهاش حدود امن القوم المصري خط كده لا حدود له ولا اعتبارات ده حاطين تليفونات في الانفاق ايوه لو سمحت يا النفق يا استاذه حطوا الشريط بتاع العريش 30 النفق بيتواجد على عمق كبير من الارض يصل الى 20 متر يعني اعماق كبيره ثم عرض متعدد لغايه ما يحمل عربيه كانت بتهرب فيه العربيات الملاكي بتهرب فيها بيتحرك العربيات اللي بتتسرق وبتتثبت في شوارع مصر عربيات النقل اللي شايله زلط واسمنت كل ده بيتحرك يا فندم السولار كانوا وانواع بقى نفق واحنا مش لاقيين هنا في مصر للأفراد شوف يا فندم شوف أنواع ده السنه اللي فاتت 30/7 بقيت اهو ده قبل الهجوم على القسم ورايحين شوف الجبروت ماشيين عاملين موكب اقتحام انا تناقضا يعني عايز اقول لحضرتك بقى مع هذه الصوره انا بقول لحضرتك النهارده الحاله الامنيه في هذه المناطق رجعت للسيطره تاني الحمد لله رجعت للسيطره تاني الكلام اللي انا بقوله ده انا مسؤول عنه رجعت للسيطره تاني بس اي نعم مش درجه السيطره اللي احنا كنا عليها قبل كده لكن النهارده بقى في نظام بقى في سيطره بقى في حركه للقوات بقى في سيطره على المحاور بقى في مداخل للمدن مخارج متسيطر عليها طرق بيقطع الاقتراب اليها بواسطه عناصر من قوات مسلحه اذا الموضوع اختلف وده نتيجه ايه نتيجه اعمال قتال تمت او اعمال تامين تمت خلال الفتره اللي فاتت اذا الذي يدعي أن سينا والعملية التي تتم لتطهيرها من بؤر الإرهاب فشلت والناس رجعت بحكم إيه؟ يا سيدي الفاضل أنت حتى لا تستطيع أن تتواجد في منطقة العمليات نمرة واحد نمرة اثنين أنت تستقي معلوماتك من عابري الخطوط
والسكان المحليين الذين يتحركون من بس يا فندم والى المنطقه. البؤر الارهابيه هو شايفينهم وشايلين لنا الاعلام السوداء. ايوه ده كان حضرتك القاعده دي قاعده حضرتك بتقول الفيلم 30/7/2011. انا عايز حد يجيب لي فيلم دلوقتي. الفيصل في هذا يا استاذه هاله ايه؟ القوات المسلحه لن تسكت عن هذا، بل ستتبع مبدأ الشفافية. خلينا أكمل. مزبوط. وستعلن قريبا هو نتائج العمليات. هو وهذا جاء هو ده اللي في صحافة اليوم. أن السيد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة هو اللي هيعلن وزير الدفاع أيضا هيعلن النتائج وهيقول مين العناصر اللي اتمسكت وإيه نتائج العملية حتى الآن. وانا يعني بصفتي راجل عسكري واعلم ماذا يدور في هذه الاماكن طبقا لخبرتي المحدوده، لان انا مش في الخدمه، لكن بستقي معلوماتي من المصدر اللي هو ممكن يقول لي خبر مؤكد علشان ما اطلعش اتكلم في الاعلام واقول كلام زي بعض الناس سيجمنت علامات كده في المجتمع بيطبلها ويزمر لها. بيقولوا ايه حضرتك امبارح؟ بيقولوا ايه الدبابات شفناها بتتسحب؟ ايوه ابدا. قالوا مصر سحبت الدبابات ابدا يا استاذه هالة. القاعده في تامين المناطق انك انت في المناطق الصحراويه والمناطق الجبليه مهما كان لديك من قوات، حتى لو كان لديك الجيش الصيني ما تعرفيش تمليها طبعا. ما تعرفيش عليها. لذلك بتعملي ايه؟ بتعملي حاجه بنسميها احنا المناوره. تنتقلي بكثافه من القوات في شريحه الى شريحه اخرى. بعد ما تطهري شريحه وتامنيها تنتقلي لشريحه اخرى. نوع من القوات انت مش محتاجاه دلوقتي تمركزيه في اماكن باسلوب معين. نوع من القوات انت محتاجاه للاداء باسلوب محدد تستخدميه في بهذا الاسلوب. اذا الشكل الذي تدار به العمليه لا يعلمه اي حد من الساده المسطحين اللي عمالين بيتكلموا عن القوات المسلحه. هم لا مش عارفين حتى عمرهم ما لبسوا بياده. عمره ما لبس افرول. ما يعرفش يعني ايه قوات مسلحه ومدعي وبيقول القوات المسلحه خلصت، القوات المسلحه فشلت، القوات المسلحه رجعت. حضرتك خلصت على ناس كتير كده. يا فندم احنا دلوقتي عايزين نعرف الملاثمين وحاملوا الاعلام السوداء والجهاديين التكفيريين القاعده هؤلاء موجودين نعم على الحدود نعم وبيمثلوا لنا يعني فعلا بؤر سرطانيه خبيثه في بتهدد سيناء وبيحاولوا ان هم يستولوا على القوه والسيطره في هذه المنطقه. هيعلنوا عن الناس وزير الدفاع هيعلن عن الناس التي ارتكبت رفح. هيعلن عن كل سير العملية ومن تم القبض عليهم ومن هم متورطين في هذا. الطبيب الشرعي قال ان هم فحصوا الدي ان ايه للقتلة يعني اللي سقطوا نعم. في المعركة نعم. وانه يبدو ان ولا واحد فيهم من الدي ان ايه بتاعه من السلاله المصريه. انا بقى هقول لحضرتك اوبجيكشن. انا ضد اي تصريح لمن يحمل منصب يخص القضيه. ايوه هذا التصريح خطا وفي غير صالح القضيه حتى لو كان صحيح. مش ده يمكن علشان قيل علشان قيل خليك معانا يعني أيوه. علشان قيل انه في العفو الرئاسي الذي تم عن بعض المسجونين في السجون الاخير ده يقودنا ان هذا العفو عن بعض المهربين وعن بعض الارهابيين اللي كانوا لهم يد في ده يقودنا استاذه هاله الى مفهوم الدوله. مفهوم الدوله بيقول ايه؟ لو انا عندي اخبار او معلومات عن ناس تم عفو رئاسيا عنهم وثبت تورطهم في هذه العملية من يملك هذه المعلومات عليه التقدم ببلاغ للنائب العام موثق لكي يتم محاسبة من ارتكب هذا الجرم علشان ما نفضلش حاطين الناس والشعب وبنظلم التحرير بنظلم. يا فندم التحرير ما اسمح لي دقيقة واحدة. التحرير تؤكد أن الرئيس منح العفو ل 16 من مهربي الأسلحة. الرئاسة بتقول لا علم لنا بمهربي الأسلحة الثقيلة المعفو عنهم وتطلب مهلة للرد. يبقى كلمة واحدة الأستاذ ياسر علي ليس بين منفذي رفح من شملهم عفو رئاسي والرئيس مسؤول عن كل ما ينفذ في سيناء. تعرفي حضرتك آخر حاجة لا العبارة دي خطيرة أستاذة هالة. اتفضل. ده معناه أن أنا عارف كل اللي نفذ العملية. أيوه لما بيقول ليس بينهم يبقى أنت عارفهم. بس بيطلبوا مهله للرد. يبقى ما تقولش. يا سيدتي الفاضله ارجو
كلمات وتصريحات المسؤولين تحسب عليهم بميزان من ذهب. الاخ بتاع الطب الشرعي اللي صرح هذا التصريح يحسب عليه هذا الكلام. السيد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يحسب عليه هذا الكلام. اذا قلت هذا انهم مش من ضمنهم يبقى انت تعلمهم. تعلم اساميهم. قول لنا مين هم. ايوه شفافية. يبقى الشفافية. بس انا ما ورطش نفسي في تصريح بهذا الاسلوب. يمكن تم العفو عنهم وبعد كده ممكن يكتشف ان هم كانوا يا استاذ هاله يد يعني ضريعه. انا افرج بفكري وفطرتي. مفيش حد مرتكب جريمه عليها عقوبه اشغال شقه مؤبده او اعدام واعتقد ان هو ياخد افراج، يعني ده مجرم قاتل. دي حاجه بالنسبه لي انا كمواطن. نمرة اتنين اذا افرجت عنه ابقى عندي الضمانات انه حسن السير والسلوك وليس عنده النية ان يرتكب مثل هذه الجرائم. كيف وقد جاءت جريدة زي التحرير وانا ضد اقوال الجرائد بالمرة على من قالوا في التحرير لكي لا يظلموا الرئاسة ولا يظلموا الدولة ان يقدموا الادلة ويتقدموا ببلاغ الى النائب العام، لانني سئلت من هذه الجريدة ما تعليقك؟ قلت له لا تعليق لدي سوى ان هذه معادلة لها ثلاث اطراف. طرف مفرج عنه وطرف تدعون انه ارتكب هذه الجرائم من المفرج عنهم. اذا الطرف الثالث الذي يعلم الحقيقتين عليه ان يبلغ ويتخذ الاجراءات القانونيه مش لصالحه لصالح شعب مصر. وبالتالي نقدر بقى هنا نقنن حركه الاعلام تكون مرشده علشان كل واحد يقول كلمه يبقى ملتزم بيها ما نظلمش حد. لان هو مش ظلم للناس فقط، هو مش ظلم للناس فقط، ده ظلم للناس وتهيئه لمناخ فاسد في العلاقات بين كل طوائف الامه. ده بيقولوا في عفو تاني جاي قريب يا فندم. ارحب بكل العفو لو كان منطقيا، لو كان في محله، لو كان لناس يستحقوه، لو كان لناس نضمن انهم في هذا المناخ اللي احنا عايشينه مش هيعملوا حاجه وحشه. الشباب، شباب الثوره بتوع المحاكمات العسكريه. اذا كل شيء يا استاذه هاله ليه لم يصدر عنه عفو حتى الان؟ إذن عايزين نعرف. اذا كل شيء يا استاذه هاله يعني ناس قتله وناس ارهابيين وناس عليهم احكام اعدام وبعدين اجي ما نفرجش عن شباب الثوره. حضرتك قلت كلمه، انا احتاج الشفافيه اي المبرر لمثل هذه التصرفات. بس طيب يعني الحقيقه الحديث ممتع جدا. نقطتين عايز اسيرهم قبل ما امشي. اتفضل. لو اذنت مش هتمشي اللي احنا عليه. لو اذنت اتفضل يا فندم. النقطه اللي انا اشرت اليها الكلام الكتير عن العمليات في سيناء واللي بيتكلموا، ارجو ان الناس، انا بوعي الناس اهو، انا راجل عسكري بوعي الناس بقول لهم يا ساده يا شعب مصر المحترم، لا احد يستطيع ان يخترق منطقه العمليات ويتواجد في منطقه عمليه ليجمع معلومات مباشره عنها في هذا التوقيت. نمره واحد. نمره اتنين، ان من يجمع المعلومات يجمعها من السكان المحليين وعابري الخطوط في خارج مناطق العمليات. الانسان المصري له تركيبته وانا وانتم عارفينها. انا بقول اهو احنا الاثنين مصريين يا ساده يا محترمين عارفين تركيبه الانسان المصري. لن ادعي القول عن هذه التركيبه، انتم تعلمونها وانا اعلمها. فارجو بعلمنا هذا الا نضع اذاننا نهبا لهؤلاء الناس اللي ممكن يقولوا لنا حاجه هي مش بتحصل. نمره اتنين، وده المهم بقى جدا جدا جدا، ان احنا كان يدرسونا كتاب يا استاذه هاله لما خلصنا حرب اكتوبر، خافوا علينا. كانت وما زالت مش كانت خافوا عليكم، خافوا علينا كافراد قوات مسلحه ان بعد هذه العمليات تكون علاقتنا بالمجتمع غير منضبطه. راح عاملين لنا ايه؟ طلعوا لنا كتاب. شوفي القوات المسلحه الواعيه، القوات المسلحه دي تاريخ وواعيه ولها ايد بيضاء في هذه الامه، هيحاولوا يهدوه لان هم مش بيهدوه بايدهم، مش بيهدوهم بايد الاخرين، ده بيهدوه بايديهم. بس هم بيلعبوا لهم هذه الادوات، هم بيلعبوهم كماريونيت. نمره اللي حصل بقى جابوا لنا هذا الكتاب يقول
بيقول ايه؟ الكتاب اسمه العلاقات الانسانيه في المجتمع العسكري. وعشان يقولوا لنا العلاقات الانسانيه في المجتمع العسكري ورشدوا تصرفاتنا واخلاقياتنا وتهذيبنا في التعامل مع الناس ويخلونا اكثر انضباطا واكثر فاعليه في التعامل مع المجتمع وردا للجميل لهذا المجتمع الذي وقف معنا في الحرب. قالوا لنا مواصفات الشخصيه المصريه حتى لا نخطئ فهمها وفيها ما فيها. اي لكن انا ارجو ان الناس وهم يعلموا مواصفات الشخصية المصرية بما فيها من مبالغات وادعاءات وكلام من ده، مش هقول حاجات تانية، لكن انا اخشى على الامة، انا اخشى على الامة من الجهلة اكتر من الاميين. ايوه الامي معروف انه ما يعرفش، لكن الجاهل يعلم لا يعلم ويصر على جهله. فدي مصيبة، دي مصيبة. فبالتالي احنا مش عايزين المدعين، احنا عايزين اللي يقول كلمة حق لصالح الامة. الأمة مش القوات المسلحة ولا سدة الحكم ولا الأحزاب، ده كل دول مع بعض اسمهم الأمة، اسمهم الأمة. أي طيب نعود لجريمة رفح. هذا الحادث حضرتك وصفته بأنه إعلان سيناء منطقة صراع. أكيد. أي كيف نتصدى لذلك وكيف نتصدى لهذه البؤر الإرهابية؟ وهل هناك علاقة بين هذا الحادث ورحيل المشير؟ لا أنا لا أعتقد أن هذا قد يكون أحد العوامل. إزاي؟ ولكنه إزاي؟ مش العامل الرئيسي. إزاي؟ أنا من وجهة نظري البارح كان عندي ضيف قال يعني لما يكون في بلد حصل فيها هجوم على الحدود على الجنود المصريين وقتلوا لازم طبعا الرئيس لازم أولاً يغير وزير الدفاع. أولا ده ما يعرفش حاجة عن حاجة، ده راجل عايش في عالم آخر افتراضي زي ما أنا قلت عليهم. كانوا كل يوم شالوا وزير الدفاع نتيجة اغتيال الجنود في أفغانستان. كانوا كل يوم شالوا وزير الدفاع الأمريكي. كانوا كل يوم شالوا وزير الدفاع البريطاني نتيجة اغتيال جنود في باكستان وفي أفغانستان. كانوا كل يوم شالوا وزير الدفاع الفرنسي نتيجة اغتيال جنود في كل مكان في العالم. الناس دي حضرتك بتنفذ أجندة ممنهجة ضد القوات المسلحة المصرية. آخر مركز ثقل في مصر، كل مراكز الثقل ضربت بما فيهم النسيج الوطني، ضرب إلا القوات المسلحة، وبالتالي هم مأجورون لضرب القوات المسلحة، والقوات المسلحة مش هتنضرب. ليه؟ لأنها نسيج متناسق من أمة واحدة، فيهم ابن كذا وابن كذا وابن فلان وابن الفقير وابن الغني وابن المجتمع الراقي وابن المجتمع المتوسط وابن كلنا أبناء مصر، كلنا بنذوب في بوتقة القوات المسلحة. القوات المسلحة مركز ثقل يصعب اختراقه، حاولوا اختراقه على مر العصور ما عرفوش. ايه الشعب ده؟ الشعب ده ينهزم في 48 يكسب في 56 ينهزم في 67 يكسب في 73، ده تركيبة عجيبة بقى. ايه الموضوع؟ قال لك تعالى نشوف بقى قوات المسلحة. فشلوا. ليه؟ لما فشلوا قال لك لا يبقى في سر تاني، الكومبوننت بتاع القوات المسلحة منين؟ من هذا الشعب، مكون الأساس. تعالى نلعب بقى على هذا الشعب، القوات المسلحة مكونة من أبناء هذا الشعب، لعبوا على هذا الشعب ليهدم قوات المسلحة، ودينا بنهدمها بإيدينا. أيوه النهارده لما تيجي تقعدي حضرتك مع ضباط القوات المسلحه الاصاغر المحترمين اللي شالوا نيله الشارع المصري على مدى سنتين، يقول لك يا فندم احنا ظلمنا في الشارع المصري رغم ما تحملناه من عباء من عناء، والنهارده بنظلم في سيناء رغم ما نتحمله من عناء. ايه الشعب ده؟ ايه الشعب اللي احنا بنشتغل عشانه ده؟ بس في مسؤولين، احنا مع عظيم الاجلال والاحترام للجيش المصري، احنا بنسال المسؤولين خلال الحقبه الماضيه السنه ونص الماضيه عما حدث في احداث محدده مثل ماسبيرو ومجلس الوزراء. كل استاذه هاله، كل المساءلات، من سيحاسب؟ كل المساءلات واجبه. واجبة. طب خلاص نمرة واحد. سلام. نمرة واحد. ولكن على المجتمع أن يتحمل الإجابات التي ستخرج. ما هي الإجابات التي؟ معرفش. طب لماذا يعني حضرتك في أنا عارف يعني إن الإجابات يعني خلي بالكوا هتسمعوا ما لا يعجبكم. لا أيوه هيسمعوا ما لا يعجبهم وهيتشرحوا من داخلهم وهيفقدوا الثقة في كل الرموز اللي هم كانوا بتطبل لهم وتزمر لهم.
لا ده حضرتك ده كلام خطير. ايوه خطير خطير، انا متحمل مسؤوليته. لما تخرج الحقائق كل واحد هيعرف مسؤوليته، لكن ما تقوليليش تخرج الحقائق على سين من الناس ولا تخرج على صاد من الناس. لا، الحقائق تخرج على الجميع ويبان مين المتورط، ويبان مين اللي كان بياخد فلوس، ويبان مين اللي كان مدد ايده للخارج ويد في الداخل. حضرتك معنى كده ان وجود صفقات ده شيء كتير. كتير. ايوه. انا لا اكذب ولا اتجمل حتى. انا راجل بحب بلدي. ايوه. واي حد يجي جنب البلد انا بحب هذه البلد. ولن ازايد بكلام اخر، لكن بحبها بطريقه اخلاصي لها، اقول الحق ولو على رقبتي. هناك صفقات. لا، هناك تعاملات، مش صفقات، هناك تعاملات خفيه خفيه مشبوهه يجب ان تخرج الى النور وتقال. عشان وخلي بال حضرتك، إذا داخلية وخارجية، إذا قيلت هؤلاء الناس كلهم هيموتوا بعض. علشان كده كانت الحكمة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن القوات المسلحة أن تحبس ما لديها من المعلومات وتلعق صبرها وتتحمل من كل هذا وتؤثر السلامة وتمشي. وده رأيي الشخصي، مش رأي حد تاني. يعني لهذه الأسباب رحل المشير والفريق عنان في صمت ودون جلبة، علشان أمن هذه الأمة، مش عشان الخروج الآمن. سيبك من الكلام ده. اللي بيقول الكلام ده يعني نفسه في حاجة. نفسه في نفسه يبقى وزير دفاع. اللي بيقول خروج الأمن. دي جامدة جدا. لا يعني حضرتك، ما هو قالوا أستاذة هالة إيه؟ إحنا عايزين نحط في الدستور إن وزير الدفاع المصري يبقى سيدة أو مدني. أيوه. لا مؤاخذة، احترامي الشديد لسيدات مصر، احترامي الشديد لمدنيين مصر. هل مصر وجيشها والعدائيات اللي حواليها والتهديدات والرباط الذي هي فيه يسمح ان حد مدني لا يعلم عن القوات المسلحة شيء يجي يقودها؟ هو احنا فرنسا لا مؤاخذة، يعني مش عايز اقول وزيرة الدفاع اللي كانت فيها شكلها ايه وحالتها ايه، يعني الكلام يعني يعف لساني عليه. ايوه. ايه الموضوع؟ هو احنا لا مؤاخذة يا فندم بنقلد بلا وعي؟ احنا هنفضل نيميتيتنج كده من غير وعي؟ يعني حضرتك تفسيرك لرحيل المشير في هدوء وصمت بهذا الشكل انه اشترى امن مصر. اشترى امن مصر. أيوة. ولم يشتري امنه الشخصي. لا، اشترى امن مصر وضحى بحاجات كتير جدا. الاسرار او الصفقات، اذا كان هناك اخطاء كل واحد يحاسب على الاخطاء. انا أيوة. خلي بال حضرتك. أيوة. انا لا افصل بين ما هو اخطاء وبين ما هو تصرف. ايوه. التصرف التصرف يحسب في هذا الاتجاه. من وجهه نظري، من اللي انا شفته على الساحة. لكن إذا كان حد عايز يحاسب حد فأهلا وسهلا يحاسبه، بس يكون متحملا لنتائج هذا الحساب. يعني أنا ما أجيش أحاسب حضرتك يا أستاذة هالة وأنا لا أتحمل نتائج هذا الحساب وأنا لا أحسب عواقبه. طب حضرتك يا أستاذة، ما هي العواقب؟ في قاعدة اسمها، فهمني ما هي العواقب. في قاعدة لا يا أستاذة هالة، أرجوك ما تحطنيش زي الضيوف التانيين اللي بيدعوا المعرفة. أيوة. انا لا ادعي المعرفه. انا اقول قراءتي، انا راجل محلل. انا راجل محلل بقول. أيوة. قراءتي. عمري ما ادعي المعرفه. ولا اعمل كاني عليم ببواطن الامور زي ما بيدعوا في البرامج الاعلاميه اللي خربت بيتنا وخربت بلدنا. لا، انا بقول قراءه انا حاسسها وعارفها. لكن ال 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 المؤلم المؤلم يا استاذه هاله ان هذا الكلام لم يدار منه سوى شعب مصر. كل هؤلاء الناس لم يداروا منه، كل من تحدثوا به ولاكوه بألسنتهم لم يداروا منه. لكن اللي أدير منه شعب مصر اللي بيدور على الأمن والأمان ولقمة العيش، ويدور على وظيفة لابنه، ويدور على سكن، ويدور على شط مية نضاف يشربهم. ديوله اللي أديره. حضرتك احنا لسه بنتكلم، برضو ما ادتنيش تحليل واضح أوضح بمعلومات أكتر عن الأسباب الحقيقية. يعني نقول لهذه الأسباب 1 2 3 ترك المشير في صمت. لأول الأسباب التي ترك المشير منصبه في صمت، أمن مصر وسلامتها والحفاظ على القوات المسلحة المصرية ألا تستدرك في صراعات داخلية أو جانبية. يعني كان متفق على هذا الرحيل، ممكن تقولي كده. لم يفاجأ به؟ لا لا لا، الم 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 الم
المشير كنفي واضح لا شيء يفاجئه. عشان بس الناس اللي بتدعي وتعمل سيناريوهات وتعمل حواديت من الغوله وتعمل فيلم هندي وعايز يبيع الجريده وده اتحط في اوضه وده أيوة مش عارف أيوة ايه أيوة الكلام اللي الخبخ ولا ويقول لك شوف الجهل يعني لا بقى بص الجهل المشير والفريق عناني انتظروا اربع ساعات في مكتب الرئيس ولم يكن يعلم منهم واحد ان في وزير الدفاع الذي قام بحلف اليمين ده اللي مرتب البيت من الداخل المشير طنطاوي هو اللي رتب بيت وزارة الدفاع من الداخل بعد رحيله نمرة 2 شوفي الجهل بقى وسحبوا منهم الموبايلات فيلم هندي ايوه فيلم أنا هندي سمعت القصة فيلم هندي الناس لغي عقولها الناس ما بتفكرش ايوه سياسة قهاوي نقعد نجيب لمؤاخذة شيشة ونشرب شاي ونقول ما يعنوا لنا حرام يا جماعة حرام ده مستقبل أمة لذلك القوى الخارجية لعبت بما يعرف بحرب المعلومات على الشعب المصري أحد عناصر حرب المعلومات يا أستاذة هالة العمليات النفسية وهفضل أقول هذا الكلام لغاية ما يزهقوا مني العمليات النفسية فيها الدعاية والدعاية الرمادية والدعاية السوداء والدعاية البيضاء وفيها الكذب وفيها الإشاعات وفيها كل حاجة وفيها ده مناخ جميل جدا لشعب يلوك كل شيء بألسنته يعني حضرتك موافق تديله عجينة يعملها لك فطيرة ويقول لك والنبي لمي معايا أصل أنا مش عارف ألمها طب ما كانت معاك عجينة يعني حضرتك موافق على إن المشير رحل من اجل امن مصر انا من وجهه نظري الشخصيه اللي مقتنع بيها هناك اصوات بتطالب ان اعضاء المجلس العسكري يحاكموا او هناك بلاغات قدمت لمسؤوليتهم عما حدث من في احداث ماسبيرو ومجلس استاذ هلا كل حاجه بتبقى رهن حضرتك قلت ده مقبول كل حاجه رهن التحقيق انا لما احقق مع حد في شيء مش عيب ايوه بس زي ما قلت لحضرتك على الذي يتخذ قرار التحقيق ان يتحمل نتائجه ايوه عشان بصي منظومه صناعه القرار فيها ثلاث مراحل ايوه صناعه القرار اتخاذ القرار تنفيذ القرار قبل ما اقترب من مرحله تنفيذ القرار يجب ان اتاكد ان انا معايا ادواته اوكي اذا كانش معايا ادواته لا اقترب من تنفيذه حضرتك بتطلق صفارة انذار نعم قلنا انه طبعا وزير الدفاع احنا لسه مش في المرحلة دي وكيف لها اي سيدة في مصر الان تكون لها اي خبرة العسكرية او الدراية بما يحدث في جيش مصر كل جيش له طبيعته لكن السؤال المهم بقى القرار وكأن الرجال في نصر نضبوا انه يقودوا القوات المسلحة في بقى سؤال تاني وده اللي هقوله لك هترد عليا بعد الفاصل يا فندم قرار لجنه نظام الحكم باللجنه التاسيسيه للدستور طالبت باعطاء الرئيس رئيس الدوله الرئيس الدكتور محمد مرسي صلاحيه اعلان الحرب ما رايك وتعليقك على ذلك هنعرف بعد الفاصل من سعاده اللواء حمدي بخيت اشتباكات دامية بالعريش 15 قذيفة RPG و 10,000 رصاصة أطلقت على قسم العريش الحقيقة يعني شيء مؤسف وشيء مزعج ولابد أن يتم وضع لهذا الانفلات وهذا التخطيط العصابي الموجود في سيناء ولابد أن يحدث بعض الحزم الشديد على المداخل إلى مصر لأن يبدو أن الأسلحة التي تدخل مصر النهارده لم تعد أسلحة مهربة طبنجات ورشاشات ده في صواريخ ومدافع RPG مصيبة بيقولوا في مدافع حاجة اسمها جرونوف وفايكرز RPG والله ما أعرف أساميهم لكن جرانوف يعني أشياء الواحد شعره شيب لما يسمعها إن ده موجود في مصر بيتباع في شوارع مصر وبيدخل مصر وبيستخدم دلوقتي شيء مزعج جدا وخاصة الطريقة اللي دخلوا بيها على الاسم